يعني بحكم التخصص يعني ودراستي لهذه المنطقة، يعني نعم أرى الحرب وشيكة ولأسباب عديدة. أولا السبب الرئيسي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وخروج الدول التي كانت منضوية تحت الاتحاد السوفيتي ومن ضمنها أوكرانيا ولتوانيا وأستونيا ولاتفيا بالإضافة إلى الدول العشرة في آسيا الوسطى، المشكلة تكمن وين؟ يعني الروس شعروا بخطورة الأوضاع حينما انضمت لاتوانيا وأستونيا ولاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو، لكن لماذا يصر الروس بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ لأن أوكرانيا تمثل خاصرة روسيا وهي الحاجز الوحيد ما بين روسيا الاتحادية وما بين غرب أوروبا، وبالتالي أي انضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعني معناته الانضمام إلى حلف الناتو، وإذا انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو فستسقط روسيا من الناحية العسكرية الاستراتيجية، وبالتالي يعني هذه الحرب ستكون وشيكة إذا ما أصرت أوكرانيا للدخول ضمن حلف الناتو. هذا أصل المشكلة. يعني لا يعني إذا إذا رجعنا للتحليل يعني الحقيقي والواقعي نرى أن أوكرانيا هي المعتدية على روسيا وليس العكس. طبعا بالمناسبة شبه جزيرة القرم هي أراضي روسية وليست أوكرانية. نعم. كان الاتحاد السوفيتي السابق أعطاها لأوكرانيا كدولة يعني واحدة للاتحاد السوفيتي، حينما تفكك الاتحاد السوفيتي فروسيا طالبت بشبه جزيرة القرم على اعتبار أنها جزء من التراب الروسي. أما القضية الآن اللي هي على منطقة دونباس اللي هي الآن عليها الحشود العسكرية، روسيا ستدخل الحرب مرغمة. يبدو أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يرغمان يعني روسيا طيب على دخول صعب. هذه الحرب، لماذا؟ لأنهم يساندون أوكرانيا للدخول إلى حلف الناتو، هذه أصل المشكلة. يعني روسيا ليست لديها أطماع في أوكرانيا. طيب. وإذا قرأنا تاريخ العلاقات يعني ما بين البلدين نجد أن الروس قد يعني ربما منذ أسبوع أو حتى أكثر نسمع تصريحات أو ربما يعني هناك من يقول بأن هذه الحرب أو هذا الغزو لروسيا سيكون على أوكرانيا، وجميع هذه التصريحات وربما حتى ربما جزء كبير من الرأي العام في روسيا لم يتقبل أو ربما لم يكن على يعني على ثقة تامة بأن تكون ربما هناك من حرب أو غزو لروسيا على أوكرانيا، هل هذا ربما يعتبر نوع من الضغط أو ربما هو فقط من أجل أن يكون يعني هناك ربما من تحذير حتى يكون هناك طاولة حوار وتكون روسيا هي بالموقف الأقوى؟ سيدتي الكريمة، أنا في الشهر العاشر من العام الماضي كنت ضيفا على الأكاديمية الروسية الدبلوماسية، كنا لدينا هنالك ندوات حوارية، وكانت من ضمن هذه الندوات هو موضوع العلاقات الأوكرانية الروسية، وأنا الذي المتكلم الحالي ثقي في شهر عشرة تكلمت مع الروس في على أوكرانيا وقلت لهم بالحرف الواحد سوف تندلع الحرب آجلا أم آجلا، وإن تأخير الحرب هو اختيار الوقت المناسب. نعم. يعني كل المحللين وكل المتتابعين يعرفون جيدا إذا ما انضمت أوكرانيا إلى حلف الناتو سوف تخلق مشكلة كبيرة إلى روسيا. روسيا الاتحادية كدولة عظمى وهي يعني جزء من التوازنات الإقليمية والدولية تشعر بخيبة أمل إذا من انضمام أوكرانيا، أي إضعاف يعني روسيا ويعني ضربها على اعتبار أن أوكرانيا هي خاصرة روسيا في غرب أوروبا. فهذه الانضمام إلى حلف الناتو أي بمعنى أدق شوكة في خاصرة روسيا، وهذا الرئيس بوتين. نعم. أنا أسميه الرئيس الروسي أو القيصر الروسي الجديد لا يرغب بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. فالآن يعني كل التكهنات والتوقعات، نعم الروس تكتيكيا يقولون ليس لدينا مشكلة مع أوكرانيا. نعم. ولا ندخل الحرب مع أوكرانيا، ولكن هم يعدون العدة. طيب هل لا زال ربما باب التهدئة مفتوحا دكتور سعدون؟ هل لا زال باب التهدئة ربما مفتوحا ومساعا دبلوماسية ربما للتهدئة؟ وعلى ما يبدو الآن هناك عاجل بأن اتصال ما بين بوتين الرئيس الروسي وما بين بايدن، هل ربما تنجح هذه المساعي؟ ابدا على الاطلاق. يعني احنا نسميها دبلوماسيه الفرصه الاخيره، يعني وتعريفها هي يقول الدبلوماسيه هي اخر وسيله من الوسائل منوع الحرب، يعني منع الحرب. يعني هسه الان احنا في طور يعني الدبلوماسيات اللحظه الاخيره،
كل شيء وارد في السياسة الخارجية، لربما سيكون هناك تفاهم يعني أمريكي روسي، ربما سوف تشعر أوكرانيا بخطورة الوضع، نعم. ربما سوف يعني يشعر الغرب بخطورة الأوضاع، لأن الرئيس الروسي قبل عدة أيام سألوه هل تستخدم روسيا أسلحة نووية في حالة الدفاع عن النفس؟ قال نعم، استراتيجية روسيا في الحرب إذا ما تعرضت إلى هجوم فسوف يكون ردنا بالأسلحة النووية استراتيجية وخلال لحظات، يعني بمعنى أدق هنالك خطورة أوضاع كبيرة، هنالك توازن قوة في المعادلة، هنالك أسلحة نووية روسية قاهرة، وهناك أيضا صواريخ أمريكية منتشرة في غرب أوروبا، وبالتالي أنا أقول لربما ستكون الصواريخ النووية هي نوع من الضمانة كما كانت ضمانة في الحرب الباردة، ولكن لربما ستقوم روسيا بعمليات حربية يعني ليس اجتياح كامل، وإنما لربما تجتاح منطقة دونباس، نعم. وتعتبرها أمر واقع وتستقر هناك. طيب دكتور، يعني هل تشكل هذه الأزمة ما بين الغرب وموسكو ربما بداية نظام عالمي جديد، وكيف سينعكس أو ستنعكس هذه الأزمة على العراق؟ لا حقيقة يعني احنا بالنسبة للعراق يعني احنا ليس لدينا لا ناقة ولا جمل، لسنا دولة جوار جغرافي إلى روسيا الاتحادية ولا لأوكرانيا، ولسنا دولة الآن العراق يتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية ويستطيع أن يلعب دور الوسيط في معادلة أوروبا، العراق خارج نطاق هذا، ولكن طيب ربما بعض من تجار الحرب ربما يرومون إلى زج العراق أن يكون طرفا بهذا الغزو. على الإطلاق أبدا، العراق ليس لديه القدرة أن يشترك في أي تحالفات، ووزارة الخارجية العراقية والحكومة العراقية تنتهج سياسة يعني التوازنات والابتعاد عن صراع المحاور، والإيجابية الوحيدة التي سوف يستفيد منها العراق هو ارتفاع أسعار النفط. نعم سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي، على اعتبار أن إذا ما اندلعت حرب في أوكرانيا روسيا هي أكبر مصدر للنفط في العالم يعني حاليا، وبالتالي حينما تندلع العمليات العسكرية أتوقع سوف يجتاز الـ يعني النفط البرميل الواحد، طيب. سوف يجتاز عتبة لربما 110 أو 120 دولار إذا اندلعت الحرب. طيب باختصار لو سمحت، هذه الأزمة ستكون بداية نظام عالمي جديد أم لا؟ نعم ليس فقط بداية نظام عالمي جديد، هو النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل باعتبار أن الصين أصبحت قوة قاهرة كبيرة في المجتمع الدولي، نعم. ليس فقط قوة اقتصادية وإنما أيضا حتى قوة عسكرية في بحر الصين الجنوبي وفي تايوان وفي مناطق أخرى من العالم، يعني هنالك قوة إقليمية بدأت تظهر يعني قاهرة ومغيرة للنظام العالمي مثل إيران مثل تركيا، وبالتالي إذا ما انتصرت روسيا في هذه الحرب لربما سوف تخلق معادلة جديدة ونوع من التوازن في المجتمع الدولي، نعم. ولربما سوف يتحول العالم من عالم أحاد القطبية تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى عالم متعدد الأقطاب، على اعتبار أن روسيا إذا ما انتصرت في هذه الحرب سوف تصبح أهم ركائز الممانعة في المنطقة. إذن الدكتور سعدون الساعدي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا، شكرا جزيلا لك.